خليني ارجع بقى للمشهد الاقليمي والدولي. الحركه اللي بيقبل عليها اردوغان بخطوات واسعه بعد فخ عفرين، فبنشوفه بينط على الطرف الاخر. جميل. هل دي بتيجي كنوع من الادوات اللي بتلعب بيها روسيا؟ يعني رسائل بوتين كانت تقيلة. هو بالنسبة لفخ عفرين، أردوغان ما ابتداش يدرك إن في هناك شيء ما كان يحضر له ما بين موسكو وواشنطن غير متأخر. وبخصوص صراع الغاز في المتوسط، أو فيما يخص صراع الغاز في المتوسط، وبعد ما حاول يمنع بعض السفن تبع شركة إني اللي بتعمل استكشاف في قبرص، لا إيطاليا بتبعت سلاح البحرية معاها تحمي هذه السفن، قال لك لا أنا مش هصطدم مع إيطاليا أكتر من كده عشان ما أخسرهاش في الملف الليبي. خصوصا لسه اليونان عمالة تمسك لي في سفن. تمام. فهنا جت اللحظة إنه يحرك، يطلع العسكرية خطوتين لقدامه ويتجه نحو الجزائر. الجزائر في هذا التوقيت يعني غاز بحكم ان اللي بتمد غاز لتركيا لحد 2024، ويعني ليبيا بحكم الجوار الليبي، يعني الغاز اللي بتعيش منه تركيا لحد 2024 بحكم التعاقدات اللي عاملاها من 4 سنين من الجزائر. تمام. وده بالمناسبه على فكره امر بيزعج الروسي كتير طبعا، لان مشروع السل الجنوبي اللي المفروض يمر على تركيا مش شايف اردوغان بيسمع الكلام في كل مره. مره يقول مرة يعمل حاجة تانية، ومع أمريكا بنعمل نفس الكلام. ولما تشوف بتعمل هذه التعاقدات والمشاريع وعايز يدخل سوق الغاز الجزائري في تركيا، ده امر برضو يزعج روسيا اكتر واكتر طبعا. اذا هنا ده فيما يخص الغاز، النقطه الثانيه برضو تخص الجزائر في هذا التوقيت، يعني هي ليبيا، خصوصا بعد ما اليونان قطعت الحبل السري اللي كان ما بين المواني مرسين واجلار مع مصراته وسرت ودرنا. هنا يضطر يخش يدور على اي منفذ، بالظبط منفذ بري يدخل بيه. اذا هنا الجزائر في هذه الخطوه، اردوغان في الزياره اللي بداها دي، يعني تلك الامرين الغاز والجزائر وليبيا. لكن انا شفت بصراحه يعني لما راح في الجزائر اول يوم، كان ساعه عيد ميلاد 64، شفت عيد ميلاد اردوغان، شفت مصر عملت حاجه حلوه تقريبا، ولعت الشمعه بتاعت التورته بتاعته بطريقه جميله. قبلها بيوم مصر هي اللي ولعت التورته، قبلها بيوم اعلنت القاهره انها عملت اتفاق مبدئي مع قبرص ضخ الغاز القبرصي لتسهيله في مصر. وفي نفس اليوم اللي راح فيه اردوغان، السفير المصري ابو الاستاذ ابو العيش عمل حاجه حلوه في الجزائر، اعلن ان المشروع اللي اتقدم بيه الرئيس السيسي في 2014 بخصوص شركه ما بين مصر والجزائر لاستكشاف البترول خارج تلك الدولتين قرب على الانتهاء. واعتقد دي خطوه كانت مقصوده بيها بالرد يعني، او الاحتفالا برضه بعيد ميلاده، زي ما برضه كان يوم فض رابعة كان يوم هو تاسيس حزبه، كان هناك يعني كتير من الرسائل. فاعتقد دي كانت رساله مهمه، ودي فيما يخص زيارته الجزائر، وبعد كده الرساله اللي كملها في دول غرب افريقيا اللي تميم بداها. قبل ما نروح لها دي بس مرح. علشان الجمهوري بيحب يشوف الحاجات تاني واضحه جدا. يعني كثيرا كنا بنشير انه الزياره الاولى للرئيس المصري منذ توليه مهام منصبه في الفتره الرئاسيه الاولى كانت الجزائر. تمام. والجزائر هي اللاعب الهادئ اللي موجوده بتمد يد العون، اللي ربما كان الشكر ليها في حكايه وطن دون التسميه. حقيقي. وبعديها بدا الكلام عن بعض الدول الاخرى. طيب خلينا نكمل، حضرتك بتقول انه ده معناه انه الخروج من الجزائر بقى لباقي الدول الافريقيه، السنغال وموريتانيا، باقي زياره اردوغان، واللي اعتقد او بشوفها انها تكمله للزيارات تميم اللي عملها دول غرب افريقيا من قيمه 3 4 شهور، واللي بعتبرها بقى كملها حمد بن جاسم بن خليفه والحمدين في نيجيريا. بالظبط، لما راحوا نيجيريا. هنا بقى لازم تربطي مشهد الارهاب اللي بيخرج لنا من نيجيريا مرورا بدلتا النيجر وتشاد ثم ليبيا، والعبث والفوضى الرهيبه اللي كانت جايه لنا مرتزقه من تشاد والنيجر في جنوب ليبيا وبالتحديد في صحراء سابها، مع التحركات اردوغان، مع اللي بيحصل في واجادوجو ضد السفاره الفرنسيه وبعض المنشات الفرنسيه، كل هذه المشاهد مرتبطه ببعض. تحرك الحمدين مع حليفه الاول اردوغان في غرب افريقيا هو نتاج، بشوف نتاج ما حدث ضد السفاره الفرنسيه، وضد التحرك براه كضوء اخضر من امريكا ضد النفوذ الفرنسي في غرب افريقيا. يعني احنا بنحط اردوغان في مواجهه مع فرنسا زي ما احنا حاولنا نحط ده مع ده اردوغان ضد ايطاليا في موضوع الغاز. يعني بتلعب كده والشطرنج، حاطط قطعه قصاد قطعه عشان ما حدش يتحرك اكتر من كده. الركن الوزير هو اللي تفتح له الملعب، اللي هو اللاعب التقيل قوي، اللي هو اخر حاجه، اللي هو الكارت العسكري من الاخر. هو ده الشطرنج بتاع دوله السبعه من الاخر اللي هو بيتلعب. انت تعاملت بهذا الامر، سبت امريكا تدي الضوء الاخضر لاتباعها في الاقليم يشتغلوا ضد فرنسا. انت عارف امريكا عندها برضه مشكله ضد النفوذ الفرنسي في افريقيا متزايد قوي طبعًا. في ليبيا دلوقتي وفي غرب افريقيا، ومع انطلاق العمليه وايطاليا برضه، ومن اول لما انطلقت عمليه دي سيرفال في يناير 2013 اتذكر، اللي هي العمليه الفرنسيه في ضد مالي، ضد التنظيمات الارهابيه اللي كانت امريكا عايزه تحميها. هنا
ربما نشوف ايضا صدام من نوع جديد او ان تنظيم الحمادين واتباعه يكشوا. الحمادين في نيجيريا مش قلقانين من فكره وجود تاكيدات على دعمهم للارهاب؟ رايحين يفاوضوا يعني، احنا بنشوف بوكو حرام اختطاف، ايه اللي ما بين السطور؟ الحاكم الاب خدوا رايحوا شويه على شاطئ اسبليت في كرواتيا، واحده من اجمل شواطئ العالم، استراحه محارب او استراحه ارهابي ان دق التعبير، هو حماد بن جاسم. وتميم اتحرك واحنا بنحركك، كل ما تلاقي اغلب تحركات تميم ما كانتش بتتم، كانوا هم بنفسهم يروحوا هذه الدوله يخلصوا فيها الامور. ده اللي حصل في زياره نيجيريا، ده اللي حصل لما راحوا امريكا لما عرفش يعمل حاجه في البدايه ضد الرباعيه العربيه. هذا هو الامر. المشهد مهم طرحناه بابعاده، المشهد بقى الاخطر هو المشهد الروسي الامريكي في سوريا، وهو ده اللي مهم قوي. لان واحنا بنستعرض رسائل بوتين وتوقيتها وانه سبقها طبعا التعامل مع الاف 16 وهو بيتفرج من البلكون يعني في الاوبرا بتاعته. جميل. يعني ده مشهد لازم ناخد بالنا منه. شوفي سيادتك، الاول خلينا نحصل في عز اللي بيحصل في الغوطه، هو اللي بيحصل في الغوطه او اللي بيحصل في سوريا او ليه؟ احنا عارفين ايه اللي بيحصل وشرحنا كتير. تمام. في البدايه امريكا كانت عايزه ايه من سوريا؟ تنتزع بشار الاسد ما بين ايران وحزب الله بعد اللي شافته في تموز 2006. نعم. ثم بعد ما اكتشفت ان سوريا قربت ان البترول النفط والغاز فيها وصل لمرحله النضوب في 2022 وان البدايه السوريه كلها على بترول، قالت لك لا احط فيها داعش، وداعش ما طلعش منها غير بخلع الدرس زي ما بيقولوا. بعد ما تشيل منها عملت ايه؟ حطت الاكراد. طب يعني انت النقطه الاولى عايز تشيل بشار النفط والغاز في سوريا ما يطلعش، ودي شايفين طبعا ازمه بلوك 9 في لبنان، مش عايز البترول والغاز يطلع في المنطقه في غير دي. بالظبط. ده بيضرب المشروع دلوقتي. انت عايز ايه بقى؟ وانت ككونجرس اعترفت ان بشار الاسد ودمشق كفتها اقوى، معترفين وخلاص خلاص مسلمين لبقاء بشار الاسد، انت عايز ايه دلوقتي بقى؟ في عز انت عمال تعمل في الغوطه، انت دلوقتي بتبحث عن احراج بوتين في الغوطه قبل انتخابات الرئاسيه الروسيه. ده الهدف الاول دلوقتي لامريكا.